إن من يزور مدينة القدس لابد له من زيارة مطعم أبو شكري هنا في البلدة القديمة على شارع الواد المؤدي للمسجد الأقصى. هنا يقدمون الفول والفلافل والحمص والقدسية، وهي أكلة فلسطينية معروفة، ولكن هنا يقدمون الطعام بالابتسامة. زوار المدينة من الخارج يعلمون عن مطعم أبو شكري الذي بات معلما من المعالم السياحية في مدينة القدس. هذا المحل أنشأ من سنة 48 على زمن والدي اللي اسمه محمد شكري ملقب بأبو شكري، ومن سنة 48 افتتح المحل. وإحنا كنا صغار، كنا إحنا نجي نساعده، وتورثنا الشغل عن والدنا. والدنا كان من اول يشتغل هذه الشغله، واحنا تورثنا عن ابائنا انا واخوتي، وتمينا مستمرين بهالشغله هذه واتقناها بشغل مضبوط. يعني المحل تراثي قديم جدا وصار له زمن كثير، محافظين على العمل، على نكهة الطعام، محافظين على معاملة الناس، محافظين على كل شيء موجود في المطعم. رواد هذا المطعم من كل الأجناس مختلطة، يعني من أهل القدس، من زمن هذا، يعني ما فيش تفرقة بين مسيحي ومسلم يهودي، كله يعني هذا. لحديت هلا صار أجانب يتراودوا على المحل، صار يعني دعاية للأجانب، صاروا يتراودوا على المحل بكثرة. الأجانب تعرف عن هذا المحل لأنه زي ما تقول صار هذا مطعم سياحي، وفي دليل سياحي في بالداول ببناء، يعني في بالسوق مكتوب اسمنا، وين يعني يروح الساي على اي مطعم، وبفضل يعني بفضله انه يروح على مطعم ابو شكري، في هذا الدليل مكتوب عليه. بنقدم جميع انواع السلطات، بنقدم الحمص هي الوجبه الرئيسيه، بنقدم الفول، فلافل مسبحة، فتة المقدسية هذه من الحمص والأشياء الثانية. القدسية عبارة عن حمص مخلوطة مع الفول مع حمص حب، احنا مسمينها على اسم البلد اللي احنا فيه، على عبارة انه القدس بنسميها احنا قدسية، فمنعطيها للزبائن من هذا، يعني إلها طعم وإلها لذة.